بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا كل الاحترام والتقدير لاخواتنا المغاربه اللي اشتركوا في القناه واللي كمان عملوا لايكات وما اشتركوش، شكرا جزيلا لحضراتكم، والف مليون مبروك للمنتخب المغربي للفوتسال اللي هو موجود في كاس العالم اي الجاليه المغربيه ببلجيكا. رغم ان في ناس بتزعل على موضوع الجاليه المغربيه ببلجيكا، اللي هو لو قلت الجاليه المغربيه ببلجيكا ناس يقول لك لا يا باشا بيمثلوا منتخب المغرب، لو قلت منتخب المغرب ناس تقول لك لا يا باشا الجاليه المغربيه ببلجيكا. لو ما تعرفش انت تقولي بالظبط عشان الناس تبقى مبسوطه وراضيه عن حضرتك، بس براحتهم يعني يسيبوا المعمل اللي هم عايزينه. هم عندهم جاليه قدرت ان هي تشارك في كاس العالم وتكسب المنتخب البرازيلي، تكسب منتخب تشيلي. معلش انت كنت بتقول مبروك على حاجه كده، مبروك على فوزها على المنتخب الهندي. الله معلش احنا كسبنا منتخب الهند يا صديقي في المباراه الثالثه وصدرت المجموعه عن جداره. بس معلش مين اللي جاب لي جوان؟ انت مش كنت بتقول الفيديو الجاي هتقول اسماء اللعيبه؟ منتخب الهند انسحب يا اسطى، انت لازم يعني يا اسطى تقفش. منتخب الهند انسحب، منتخب الهند قال لك بلاها احنا كده كده هننزل نخسر قدام المغرب، يبقى لما الموضوع بدري ونسحب بكرامتنا. معلش يعني الناس كسبانه البرازيل بطل العالم وكسبانين منتخب تشيلي 6-1، هيعملوا فينا ايه؟ هم كسبانين 5 وكسبانين 6، 11 ماتش 11 جون في ماتشين، هيعملوا فينا ايه؟ فاحنا ناخد نفسنا كده ونلم نفسنا بالراحه ونقول لهم نمستي نمستي، احنا ماشيين وسايبينها لكم، ماشيين وسايبينها لكم مخدره. المنتخب المغربي ان شاء الله باذن الله على حسب اخواتنا كريم ومحمد صاحب قناه بنالتي سبورت واستاذ كريم هنداوي صاحب قناه كريم هنداوي، هم متابعين البطوله اكتر مني بصراحه، وبقدر ان هم يوصلوا لمصادر في البطوله قويه ويعرفوا المجموعات الجايه بالنسبه للمنتخب المغرب، على حسب كلامهم ان الدنيا رايحه لفرنسا او اسبانيا، وان شاء الله باذن الله تبقى فرنسا والمنتخب المغربي يقدر يفوز على المنتخب الفرنسي ويوصل ان شاء الله باذن الله لدور الثمانيه ان شاء الله، لان هو هيلعبوا الربع وان شاء الله باذن الله في الربع يكون في حكايات سواء مع المنتخب الاسباني او مع المنتخب الفرنسي ويقدروا ان هم يفوزوا. وزي ما قلت لك يا صديقي، عايز اتفرج على ماتشات منتخب المغرب في البطوله، عندك مكسيكو مونديال افوتسال، الصفحه دي موجوده على الفيسبوك، ادور عليها على الفيسبوك هتلاقيها موجوده، هي دي اللي بتبث المباريات. الف مليون مبروك للمنتخب المغربي وان شاء الله باذن الله لقاء عما قريب وفوزا ان شاء الله باذن الله سواء على فرنسا او على اسبانيا وتاهل ان شاء الله.